مساء الخير متابعينا الكرام، اهلا بيكم في حلقه جديده. معاكم احمد باهر من مركز تدريب كلاب الامن والحراسه. النهارده هنتكلم على موضوع هام جدا، وهو نوع من انواع الامراض او الرياكشن من الجسم. يعني الجسم بيعمل نوع من انواع الرياكشن او رد الفعل بيتسبب في الوفاه السريعه جدا، يمكن في دقائق معدوده او ممكن توصل بحد اقصى لنص ساعه او ساعه، وللأسف الكلب بيتوفى. وطبعا الأونر أو المربي ما بيبقاش عارف ايه هو السبب، ايه اللي حصل. المشكلة دي مشكلة منتشرة جدا، وبتبقى منتشرة خصوصا في الكلاب اللي هي كبيرة الحجم، اللي هو ممكن نبتدي نتكلم من الميد سايز دوجز، الكلاب المتوسطة، إلى الكلاب الكبيرة، لغاية ما بنوصل مثلا للجيرمان شيبرد أو للجولدن ريتريفر أو اللابرادور، بعد كده الرود وايلر، والكلاب اللي بقى اللي هي الجاينت اللي هي زي الكوكيجن أو الكلاب الجريت دان أو الدنوا. يعني العرض ده أو الرياكشن بتاع الجسم دي أو المشكلة دي دايما بتظهر في الكلاب الكبيرة، ولكن منتشرة بشكل كبير جدا. اسم المرض ده او اسم الرد الفعل بتاع الجسم ده بنسميه التواء المعدة او التواء الامعاء عند الكلاب، وده من اخطر الامراض. يمكن مثلا كنا اتكلمنا قبل كده على الاحتباس الحراري. الاحتباس الحراري ممكن ان هو يتلحق يعني بسرعة، وممكن ان الكلب يريكوفر ويقوم وتعدي المشكلة بسلام. التواء المعدة للأسف ان هو ما بيبقاش باين قدام المربي، يعني المربي هو مش عارف ايه اللي بيحصل. احتباس حراري بيدي علامات معينة، بيبقى الكلب مثلا موجود في شمس او المية بتاعته اتدلقت، مش لاقي مية او سورس مية يشرب منه، فالمربي على طول بيربط بيقولك ده جاله ضربة شمس او احتباس حراري، ويبتدي يتصرف على هذا الاساس. اما بالنسبة للتواء الامعاء اغلب المربين ما يعرفوش حاجة عنه، وهو بيتسبب وفيات بنسب كبيرة جدا بين الكلاب. طيب ايه اللي بيحصل او ايه هو التواء الامعاء؟ هو انقلاب الامعاء داخل جسم الكلب. الجسم الكلب يا جماعة غير البني آدم، جسم الكلب بتبقى الأمعاء بشكل طولي وليس بشكل عرضي. يعني في البني آدم الأمعاء بتبقى واخدة شكل أفقي، أما في الكلاب بتبقى واخدة شكل طولي، فبالتالي ما بتبقاش يعني ممكن نقول محكمة، يعني الوضع بتاعها ما بقاش محكم داخل بطن الكلب. فأي حركة أو أي رياكشن أو أي ممارسة خاطئة من اللي احنا هنتكلم عليها بيتسبب إن المعدة بتلتف حول المريء، وبتسبب اختناق للقلب خلال دقائق معدودة. طيب أول حاجة طبعا هو إيه اللي انت ممكن تعمله وما يحصل حاجة زي كده؟ أول حاجة هو الاتجاه للبيطري أو الاتجاه للمستشفى. انت مش هتقدر تعمل حاجة لانك انت مش شايف حاجة اللي حاصل جوه داخل جسم الكلب، واللي حاصل داخل جسم الكلب مفيش حد هيقدر يفهمه او يقراه غير الطبيب المختص، او عن طريق اكس راي او عن طريق اشعة مقطعية. فهنقول لك ايه هي الاسباب وهنقول لك ايه هو اللي بيحصل. اول حاجة ان انت النهاردة بتعمل ممارسات خاطئة، زي ان انت مثلا بتأكل الكلب وجبات كبيرة جدا. الكلب يا جماعة زي ما اتكلمنا قبل كده بيعتمد بنسبة 70% على البروتين، فاما انت ما بتدروش البروتين اللي هو بيحتاجه، فالكلب دايما بيكون متعطش للغذاء عايز ياكل، فبالتالي بيقعد ياكل وجبات كبيرة جدا من عناصر غذائية هو مش محتاجها، زي الكربوهيدرات او زي الفاتس. يعني ياكل عيش، ياكل مكرونة، ياكل خضار، وهو مش في احتياج للحاجة دي اكتر ما هو محتاج دي البروتين، فبالتالي بيحصل تمدد للمعدة وهي اوريدي بتبقى واخدة شكل طولي. فلو حصل اي حركة من الجسم او ان الكلب جري او ان انت مشيته بعد الاكل، فبالتالي ساعات بيحصل نوع من انواع التواء المعدة او التواء البطن او الامعاء، وبيلتف حول المريء وبيسبب الاختناق للكلب. طيب يبقى احنا اول حاجة ممارسة خاطئة بنعمل ايه؟ بنأكل الكلب وجبات كتيرة خلال اليوم، دي اول حاجة، دي حاجة خاطئة. النقطة التانية ان احنا بنأكل الكلب وجبات كميات كبيرة، ودي برضو حاجة خاطئة. او ان احنا بنتبع نظام غذائي بنسميه الاوماد، الاوماد اللي هو وان ميل ا داي، ان انت بتاكل الكلب وجبه واحده كبيره في اليوم. هتقولي طب انا اعمل ايه ده؟ يعني انت ولا عايزني اكل وجبه واحده، ولا عايزني اكل 3 4 وجبات، ولا عايزني ان انا ادي للكلب كميات كبيره. انا عايزك تعتدل او تتعامل مع الكلب زي البني ادم.
انت النهارده اما تبقى طول اليوم صايم وتيجي تاكل وان ميل كبيره جدا بتعمل لك انتفاخات وبتعمل لك مشاكل هضميه كبيره جدا. لو انت طول النهار عمال تاكل بس وجبات كبيره برضو نفس الحكايه، هتحس ان انت تقيل، مش عارف تتحرك، مش عارف تجري، مش عارف تعمل حاجه. انا كل اللي طالبه منك ان احنا نلتزم بوجبات يوميه منتظمه في اوقات منتظمه. يعني انت لو بتاكل 10 صباحا يبقى كل يوم 10 صباحا، الغدا الساعه 4 يبقى كل يوم الساعه 4، العشاء الساعه 10، كل يوم الساعه 10. ولكن الوجبه لازم ما تبقاش تملى بطن الكلب، يعني ما تخليش الكلب يبقى دايما شبعان. حاول انت بتقيس طبعا يعني بالتدريجيا او بالخبره بتشوف احتياج الكلب. يعني لو بنقول احتياج الكلب مثلا في الوجبه 300 جرام، انت ممكن تدي 250 جرام، ولكن ادي 250 جرام فيها عناصر غذائيه مفيده احسن ما تدي 500 جرام بعناصر الكلب مش محتاجها. يبقى اول حاجه خطا عدم انتظام مواعيد الوجبات. النقطه الثانيه اعطاء الكلب وجبه كبيره مره واحده. النقطه الثالثه وجبات كتيره خلال اليوم كبيرة الحجم. طب الحل ايه؟ نعمل وجبات صغيرة وتتقسم على اليوم 3 وجبات. هو المفترض اللي احنا يعني الدراسات بتقول ان الكلب تحت الست شهور بياكل من 3-4 وجبات في اليوم، من 6 شهور لسنة بياكل وجبتين، من سنة فيما فوق بياكل بقى اللي هي الاوماد اللي هي 1 ميل a day، وجبة واحدة يوميا. ولكن لازم نهتم انها ما تبقاش بلك يعني من الاكل، حاجة تملى بطن الكلب مرة واحدة، ونهتم انها تبقى فيها العناصر الغذائية ونركز على البروتين بشكل كبير. يبقى اول حاجة ده تظبيط الاكل. النقطة الثانية وهي عدم اعطاء الكلب العظام، الحاجات اللي هي صعبة الهضم، بعض الدهون اللي انت لو حطيتها في بقك كإنسان ما تعرفش تقطعها، انواع من اللحوم يعني مجهوله المصدر او صعبه التسويه بتاعتها. فالكلب بياكل الاكل زي ما هو، فالكلب الاكل بينزل في بطن الكلب مش بيتهضم، فبالتالي بيعمل مشاكل داخل الامعاء بتاعه الكلب. وطبعا العظام دي كنا اتكلمنا عليها قبل كده من المشاكل الكبيره اللي ممكن بتعمل مشاكل جامده جدا للكلاب. النقطه اللي بعد كده وهي ممارسه الرياضه او التمشيه مباشره بعد الاكل. في البني ادمين يا جماعه بيقول لنا ايه بقى؟ عايز تروح الجيم، روح الجيم بعد الاكل بساعتين. عايز تنزل تجري، انزل اجري بعد الاكل بساعتين. المثل اللي بيقول اتعشى وتمشى ده هيودينا في داهيه، ده مش مثل مش مظبوط تماما. عايز تتمشى، عايز تتعشى وتتمشى، اتمشى بس بعد الاكل بساعتين. ليه؟ عشان تدي فرصه للجسم ان هو يهضم الاكل اللي هو كان، ما يبقاش الـ 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 الاكل نازل في البطن عباره عن ماسع وعباره عن قطع كبيره ضخمه لسه ما اتهضمتش، وانزل انا اجري في الشارع او اخد الكلب الف بيه الشارع. فدايما حالات التواء المعده بتحصل من ايه؟ المربي يقول لك ده انا اكلت الكلب ونزلت اجري بيه في الشارع عشان يهضم، فالكلب على طول تلاقيه راح ركن او قاعد على الارض وابتدى يحصل له ضيق تنفس ويحصل له مشاكل كبيره جدا. طيب ايه تاني؟ طبعا بيتدخل العامل الوراثي في مشكله التواء المعده. يعني لو في هيستوري عند الكلب ده في الاب والام والاجداد التواء المعده، يعني المعده ممكن انها بتلتف حول المريء، فطبعا دي بتعمل مشاكل كبيره جدا وممكن تظهر كمان مع الانتاج الجديد او مع الجراوي. طيب ايه بقى العلامات؟ يعني الكلب بيعمل ايه لو جاله التواء المريء ده او التواء المعده؟ ان الكلب عنده ضيق في التنفس مش عارف ياخد نفسه، ان الكلب بيحاول يرجع ومش عارف، او بيرجع كميات قليلة وفي نفس الوقت عمال يتراي ان هو يرجع تاني ومش عارف، ان الكلب عمال يلف حوالين نفسه اكنه تايه منه حاجة، اكن في حاجة مش مظبوطة، يعني ولا عارف يقعد ولا عارف يمشي، حاسس ان هو مش مرتاح نتيجة ان الامعاء ملتفة داخل الجسم. النقطة اللي بعد كده التشنجات. النقطة اللي بعد كده والمهمة جدا انخفاض درجة الحرارة، يعني تلاقي الكلب درجة حرارته قلت ما ارتفعتش مش زي الحمى. النقطة التانية الكلب عمال يلف حوالين نفسه. النقطة التالتة في كوي والكلب عمال عايز يرجع. النقطة اللي بعد كده ان انت بتلاقي الكلب هزيل، بتلاقي الكلب تعبان، بتلاقي الكلب مش في المود اللي انت متعرف عليه على الكلب بتاعك ان هو فلافي ولذيذ وبيلعب وبيجري والكلام ده كله. ففي حاله من عدم الارتياح بتحصل للكلب. طيب لو حصل مشكله زي كده وشفت العلامات دي هعمل ايه؟ هتوجه للعياده البيطريه على طول. بنقول للدكتور، بنقول له الاسباب، بتقول له انا اكلت 1 2 3
انا اكلت ونزلت وجريته، انا اكلت ونزلنا نتمشى نص ساعه، بناء عليه الكلب الدكتور هيبتدي يفهم ان الكلب فعليا عنده التواء في المعده، خصوصا في بعض الكلاب بيبقى عندها هيستوري في الموضوع ده، زي ما قلنا كلاب الجاينت او الكلاب الكبيره، خصوصا الكلاب الضخمه قوي زي الكوكيجن والجريت دان. طيب هيعمل ايه؟ بيعمل اكس راي، بيعمل اشعه مقطعيه او بيعمل اشعه عاديه بالاشعه السينيه او اشعه مقطعيه لو الدكتور عنده، وبيشوف المشكله بتاعت الامعاء واصله لغايه فين، عشان الموضوع ده لازم يتحل خلال دقائق معدوده، لان لو ما لحقتوش الكلب هيتوفى منك للاسف. بيعمل الدكتور بيفتح فتحه في جدار المعده وبيدخل انبوب بيفضي الهواء اللي يعني بيحصل لما بيحصل التواء في المعده، فالهواء اللي داخل الجسم بيبقى معمول عليه بريشر، معمول عليه ضغط، فالدكتور اول حاجه هو عايز يعدل الامعاء يرجعها لوضعها الطبيعي، فبيدخل انبوب بيتنفس منه او بيطلع منه الهواء عشان بطن الكلب تنزل شويه او تخف شويه، وبعد كده بيتدخل جراحيا ان هو بيعدل الوضع بتاع المعده. واللي بيحصل عند بعض الدكاتره البروفيشنال ان هو بيربط الامعاء بجدار المعده بوايرز او بخياطه او بغرز، عشان لو وضع المعده بيتحرك بشكل دائم، لان في كلاب بيبقى حجم المعده اصغر من جدار المعده او جدار الجسم بتاع الكلب، فهي على طول تلاقي المعده عماله تتحرك داخل جسم الكلب، اما بتاكله وتنزل تجاريه المعده بتقعد تعمل كده، اما بيجري او ينط جامد المعده بتتقلب بتلف حوالين المريء فتقفل مجرى الامعاء، فبيحصل اختناق للكلب وبتحصل المشكله. فبيعمل الدكتور بيدخل غرز وبيبتدي يربط الامعاء في جدار البطن الداخليه للكلب عشان تبقى اكنها مربوطه، فحتى لو حصل حركه تبقى حركه خفيفه ما تتكررش المشكله تاني. يبقى احنا كده المرض بتاعنا او العرض، هو عشان هو مش مرض، هو حاجه بتظهر مفاجاه بتتسبب في وفاه الكلب. اول حاجه هو عباره عن ايه؟ التفاف الامعاء او التفاف المعده. اسبابه بتاكل الكلب كتير، بتنزل الكلب يجري او يمشي بعد الاكل مباشره، بتدي وجبات كتيره بماسز باحجام كبيره، بيتدخل فيها العنصر طبعا الوراثي زي ما احنا قلنا، بتدي 1 ميل ا داي، بتدي وجبه واحده في اليوم بس عباره عن ماس، عباره عن بلك مره واحده، فالكلب بيجي له شك وبيجي له مشكله. النقطه اللي بعد كده ان انت مش بتدي العناصر الغذائيه المطلوبه ومش بتركز على البروتين، عمال تدي للكلب هياكل وتدي للكلب عظم وتدي للكلب عيش ومكرونه ورز، فالمعده الكلب مش بياكل الحاجات دي، الكلب بيدور على البروتين، فبيقعد ياكل كميات كبيره على اساس ان هو يمد جسمه بالبروتين ومش لاقيه، فبالتالي بينتفخ فبيحصل التواء المعده. الاعراض زي ما قلنا، الكلب بيلف حوالين نفسه، الكلب بيلهث، الكلب عايز يرجع، ارتفاع في درجه حراره، الكلب حاسس بعدم الراحه، كويك، حاجات كتيره جدا. اعمل ايه في الحاله دي؟ اتوجه للدكتور، هيعمل السيرجري وهيعمل الاكس راي ويحل المشكله. ركزوا على العرض ده او المرض ده، منتشر جدا 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 الفترات دي، وخلي بالكوا ان ساعات بيحصل المشكله دي في حالات الانفصال. يعني ايه انفصال؟ تروح تودي الكلب بتاعك تجيبه لنا المزرعه في دوجز ايجيبت استضافه، توديه مزرعه تانية استضافه، تسيبه عند واحد صاحبك، فالكلب في بعض الاوقات بيحصل له اتكلمنا عليها قبل كده حاجه اسمها السيبريشن شوك، صدمه الانفصال، زعلان على صاحبه، حاسس ان صاحبه باعه او صاحبه يعني تخلى عنه، فبيحصل دربكة داخل المعدة وممكن ينتج عنها التفاف المعدة أو التفاف الأمعاء، ولا قدر الله ممكن تتسبب في وفاة الكلب. كان معاكم النهاردة أحمد باهر، انتظرونا في الفيديو القادم، هيبقى فيه معلومات ونصايح كتيرة جدا. شكرا ليكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.